تحياتي الإخوان والأخوات في جريدة موقعنا نيشان أن. اليوم بالضبط كنتواجدوا بمدينة شيرة اللي عندنا واحد حالة الاختفاء اللي معانا هاد السيد اللي تختفى ليه الابن ديالو تقريبا 4 أيام هادي ياك 4 أيام 4 أيام مسكين وعنده في العمر ديالو 20 سنة. وكنتمنى من الإخوان والأخوات باش إن شاء الله باش هاد النداء يوصل جميع المواطنين خارج الوطن او داخل الوطن باش ان شاء الله نلقاو هاد الطفل اللي صراحه خرج من الدار 4 أيام هادي هو خرج من الدار ومعنا الاب ديالو باش يعطينا المعطيات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بخير سيدي لاباس عليك. قول لي ولدك امتى خرج من الدار؟ خرج سيدي واحد 4 أيام هادي فاش خرج من الدار. 4 أيام 4 أيام وخرج شي 12 ديال الليل فاش خرج. نعم. المهم هز واحد الساك واحد الساكادو دار فوق دارو. المهم لابس واحد القبيه والصنداله تقاشر هادشي اللي لابس هذا ديالو. اي الى ممكن عندك الصوره ديالو عندك وان شاء الله الولد ديالك غالي ان شاء الله غتلقاه. وما درتيش ديكلاراسيون عند الامن الوطني؟ ديكلاراسيون اليوم اللي مشيت باش ندير ديكلاراسيون. المهم غادي نمشي ندير التصويره ديالو حتى هما باش ندير واحد ديكلاراسيون. مشيتي عند الامن الوطني في هنا في تشيره؟ في تشيره. شنو قالوا لك؟ المهم قالوا لي جيب التصويره ديالو اثبتيه. قلت له ودي كاينه لاكارت نعطيكم لاكارت ديالو ونعطيكم التصويره ديالو السلام عليكم باش نشوفوا اش غادي نديروا داك الشيء ان شاء الله. والدري ياك ما عنده شي مرض ياك ما مريض ياك ما؟ لا عنده مرض ديال الاعصاب. عنده مرض ديال الاعصاب. وشحال هادي واش كيخرج ديما ولا اول مره خرج لكم؟ لا بعض المرات كيخرج وكيرجع. كيخرج وكيرجع؟ كيخرج وكيرجع ولكن هذه المره خرج وما رجعش. ما رجع مده 4 أيام. إذن شكرا المتتبعين الأوفياء. هذا نداء الأب ديالو اللي معنا اليوم في مدينة شيرة وعطانا تصريح الإبن ديالو اللي كيبلغ العمر ديالو 20 سنة. وإن شاء الله راه غنحطوا النمرة ديال التليفون في الموقع ونحطوا الصورة ديالو باش اللي شافوا الله يجزيكم بخير باش يعلم به الأب ديالو باش إن شاء الله هذا المواطن باش يرجع للعائلة ديالو. وتحياتي شكرا. جزاكم الله بخير. جزاكم الله بخير. الله يجزيكم بخير الإخوان. الله يجزيكم بخير على هذا المجهود. هذا واجب. وشكرا اخوان تحياتي الى فرصه قادمه ان شاء الله.